حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعي قناة الأيام الفضائية، وهذه حلقة جديدة من برنامج الوسم. أنا كرار حباب، فاصل قصير وفقرة فيس تو فيس، خليكم ويانا لحد يروح بعيد. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في فقرة فيس تو فيس، حيث الأخبار والمواضيع والأحداث والترندات المحلية والعربية والعالمية دائما ما تكون موجودة في برنامجنا برنامج الوسم. ولكن قبل أن نتناول كل مواضيع حلقتنا لهذا اليوم، اكو موضوع عاجل لازم نسولف بيه. العراقيون كل يوم بشتى انواع الطرق جاي تحصد ارواحهم، يوم في سقوط بنايه، يوم في انفجار صهريج، يوم في حريق. بعدنا بعد الدخان ما 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 خلصان من حريق النجف، اليوم في بغداد حريق الوزيريه اللي لحد الان بعدد كبير من الضحايا. حريق الوزيرية اللي أعمدة الدخان ممكن تشوفها في أي نقطة في أي مكان من بغداد، ممكن أنت تشوف أعمدة الدخان. بغداد صارت عبارة عن سحابة من الدخان السام اللي يصدر عن هذه النوعية من الحرائق. شهود عيان يقولون في أماكن لربما تكون بعيدة عن الحادث من فوقهم توقع العطور والقناني وكل شيء موجود بالحريق. لا شفنا لحد الآن تقرير عن حادث سقوط البناية والمتسبب الرئيسي بيها، بس مجرد انه قالولنا يابا خطأ بالتصميم، ولا حاسبوا اللي مسؤول عن هذا الشيء، ولا شفنا تقرير حادث الصهريج اللي قالوا مو فعل فاعل وإنما حادث عرضي فني، ولحد الآن ما شفنا المتسبب وين راح. وكالعادة اليوم أيضا حريق جديد في بغداد ضحيته هواي ناس أبرياء. هذا الحريق في منطقة الوزيرية اللي مثل ما قلت لكم كل الناس هسه من تطلع من باب بيتك تقدر تشوف أعمدة الدخان في سماء بغداد. لغاية الآن الأخبار توصلنا والعواجل توصلنا، والله فلان أو الدفاع المدني محاصرين في البنايات، أو الناس الأبرياء محاصرين لغاية الآن ما يقدرون يطلعون، والحبل على الجرار. هذا الموضوع موضوع عاجل مثل ما قلت لكم راح نسولف بيه بداية موضوعنا، وأكيد راح ناخذ عبر الهاتف العميد جودة عبد الرحمن مدير إعلام وعلاقات مديرية الدفاع المدني. حياك الله سيادة العميد في قناة الأيام الفضائية. أهلا وسهلا، تحية لكم ومشاهديكم الكرام. طبعا قبل كل شيء أريدك تبشرني أو تقول لي الإحصائية، تقول لي منو اللي الناس اللي لحد الآن محصورين بداخل الحريق، هل أكو ضحايا؟ عناصر الدفاع المدني سمعنا أكو عواجل انصاب المدير وغيره من عناصر الدفاع المدني، لازم تطلعني على المستجدات سيادة العميد. نعم حقيقة قبل قليل ونتيجة الحرارة الكبيرة في الحريق نتيجة الطور التي تسبب حرارة عالية جدا في المبنى عند احتراقها جزء من المبنى، وتم إصابة للأسف الشديد السيد مدير عام الدفاع المدني وخمسة ضباط معه وأربعة تم لهم مستشفى للتأكد من سلامتهم. للأسف المعلومات اللي دارتني لحد الآن أنه إصابات متوسطة، ندعو الله أن يكون إصابات خفيفة. بما يخص صفوف المدينة لله الحمد لم تسجل لدينا أي إصابات حاضر. زين سيادة العميد، أنت موجود حاليا في موقع الحادث أم لا؟ لا مو حاليا مو في موقع الحادث، المديرية. زين لحد الآن أكو ضحايا جراء الحادث لو فقط اصابات واصابات متوسطه حسب كلامك؟ الاصابات لحد الاصابات اللي قلت لك انا مسير مدرعات مرافقه على الضباط المنتسبين مدنيين الحمد لله الحمد لله تسجل لدينا اصابات، لان الحادث الحريق يعني النار الكبيره كميه الحراره المنبعثه كان هناك ابتعاد للمدنيين عن الحادث لله الحمد احتراق بعض وتضرر بعض السيارات اللي خارج عن مكان الحادث. زين سيادة العميد، أنا ما أريد أدخلك بمتاهات ربما إحنا نكون بعيدين عنها، لكن المشاهد الكريم لازم يعرف تفاصيل الحادث.
مثل ما تعرف لما سقطت البناية في منطقة الكرادة لحد الآن احنا ما شفنا التقرير النهائي ومن اللي كان المتسبب الرئيسي من انفجار الصهريج في منطقة البنوك. لحد الآن ما شفنا التقرير النهائي وأيضا من المتسبب، واليوم أيضا حريق جديد وممكن أكو إصابات حسب ما تذكر أنت متوسطة في هذا الحريق. أريد نعرف التقارير النهائية اللي طلعت والمتسببين بهذه الكوارث. اليوم يا سيادة العميد أرواح الناس مو لعبة، اليوم اللي تسبب بهاي الحرائق، وبصراحة خلينا أحكي وياك بكل صراحة، اليوم أي مكان يصير بحريق أنت تعرف ذولا تجار وممكن يخافون على مالهم، فأكيد مأمنين نفسهم ومأمنين بضاعتهم والكهرباء والتماثيل كل هذا هم مأمنين عليها. فالحرائق المتكررة تخلي المواطن العراقي يدخل في دوامة من التفكير والقلق، هل هذا الحادث حسب رؤيتكم الأولية هو حادث ممكن نسميه تماس كهربائي أو شيء معين أو عرضي أو حادث بفعل فاعل؟ نعم، شكرا جزيلا. حقيقة حتى تكون معلومة يعني المشاهد الكريم أنه عمل مديرية الدفاع المدني يبدأ عند حصول حادث الحريق المسؤولية التحديد حادث الحريق لأي حادث حريق تكون من قبل فرق وخبراء الأدلة الجنائية، لكن هناك حقيقة لمديرية الدفاع المدني أولية الحادث. على سبيل الحادث اليوم البناية المحترقة متكونة من ثلاث طوافق مخزونة بعبوات وقنابل عطور شديدة التركيز، وهذه خطيرة جدا عندما تحت أيضا إضافة إلى 11 مخزن يحتوي على المواد بس بشكل عشوائي، واغلب هذه المواد المنزليه للاسف مصنوعه من المواد البلاستيكيه، وهي اشبه اقرب الى المواد البترولية، ايضا يكون كبيره ذات حراره عاليه وانبعاث غازات كبيره. لكن وجود ساندويتش منها مما يدل على ان البنايه مخالفه لتعليمات الدفاع المدني. كل هذه وقع الحادث، لكن يبقى تعديد السبب الرئيسي من قبل خبراء الادله الجنائيه اللي هو اختصاص عملهم. زين، شو وقت ممكن نشوف هذا التقرير سيادة العميد؟ العفو شلون استاذ؟ شو وقت ممكن نطلع على هذا التقرير اللي 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 صار اليوم بالحريق؟ شو وقت نطلع على التقرير النهائي المفصل ويقول لنا من المتسبب؟ نعم، حقيقة احنا بعد اخماد حادث الحريق، لم يخمد لحد الان، بعد اخماد حادث الحريق واجراء عمليات التبريد والاطمئنان بعدم معاودة الحريق مرة اخرى وانسحاب تباشر فرق الأدلة الجنائية برفع العينات وفحص العينات وإصدار تقريرها، يعني على أكثر الأحيان يعني تقريرها. ما أعرف الصوت جاي قطع مخرجنا ذا، طبعا المشكلة بالشبكة، ما أعرف إذا بعدك ويانا سيادة العميد أو لا. يعني أنا كان بودي إنه أبقى أسألك على التقرير حادث البناية اللي صارت بالكرادة، وايضا تقرير الصهريج اللي انفجر في منطقه البنوك، يعني لازم احنا ناخذ معلومات، ولكن بسبب يعني الشبكه ورداءة الاتصال ما يعني ما قدرنا انه نستفيد منك. على العموم اشكرك الشكر الجزيل سياده العميد، ونتمنى السلامه لكل الناس الابرياء اللي صاروا عرضه وصاروا بهذا الحادث وجابهم قدرهم لهذا اليوم. ولكن وايضا يعني حسب ما ذكر العميد جودت قال انه اكو مدير الدفاع المدني وايضا بعض الضباط اصيبوا من خلال النيران، ويعني بصراحه هذا الموضوع جاي يتكرر يوميا. البارحه احنا شفنا حادث بالنجف، مدينه مائيه ما بها قطره مي، هاي ما اعرف شلون صار، يعني ما اعرف مدينه مائيه اسمها مدينه مائيه ما بها مي، زين بس اسمها مدينه مائيه. اليوم هنا بالوزيريه ما شاء الله لحد الآن الحريق ما انخمد ولا قدروا يعني قوات الدفاع المدني ومديرية الدفاع المدني من إخماد الحريق. مثل ما قلت لكم كان بدي أسمع شنو صار بالتقارير مال الحادث البناية وأيضا حادث الصهريج، وأيضا ردنا نسأله عن بعض الأمور اللي صارت اليوم. مشاهدين الكرام مثل ما شفتوا هذا هو الموضوع العاجل اللي حبينا نطلعكم على آخر تفاصيله ومستجداته قبل لا نخوض مواضيعنا اللي موجودة اليوم ويانا بهذه الحلقة. يعني ما عندي غير أقول الحمد لله على سلامة اللي نجوا، والحمد لله على سلامة الناس اللي
ان شاء الله راح تشافون بعون الله، وان شاء الله ما تكون اكو ضحايا جراء هذا الحريق. هذا كان موضوعنا الاول مثل ما قلت لكم اللي ممكن نتحدث عنه بخصوص حريق اللي صار بالوزيرية، ولكن مواضيعنا في فقرة فيس تو فيس هي مواضيع مهمة ايضا يجب الحديث بها. اول موضوع عندنا في هذه الفقرة هو موضوع الترند اللي حصل باليومين الماضيين، الا وهو في اولى مهام وزيرة الاتصالات قررت وزيرة الاتصالات انه تصدر بعض من القرارات. اول قرار صدرته شغل الرأي العام على نطاق واسع جدا، وهو حظر المواقع الإباحية في العراق. هذا القرار أصدرته وزيرة الاتصالات السيدة همام، معالي الوزيرة همام هيام الياسري عفوا. هذا القرار صار عليه هواية لغط، صارت عليه هواية أمور ممكن نتحدث بها، وأيضا وصل العدد إلى 400 موقع تم حجبه بالعراق. خلينا نشوف الموضوع وتفاصيله وماذا كانت ردود فعل الناس حول هذا الموضوع. وزيرة الاتصالات الدكتورة هيام الياسري توجه بحجب المواقع الإباحية في العراق. أيضا مصدر يقول إن حجبنا أكثر من 400 موقع إباحي لغاية الآن. هذا الترند اللي مثل ما قلت لكم شاغل الرأي العام خلال الأيام اللي مضت. طارق يقول خطوة رائعة بالاتجاه الصحيح، نتمنى المباشرة بأسرع وقت، ومن ضمنها التيك توك، هنالك محتويات تافهة ومسيئة. أنا مع هذا التعليق. ليش؟ شريحة كبيرة من الأطفال تشاهد تطبيق التيك توك، وما يحتاج احكي لكم عن ما موجود بالتيك توك من فيديوهات ومن مقاطع وصور. ناس تافهين اقدر اسميهم يوتيوب، هذا يعني مع احترامي للمشاهد، ولكن هذا الوصف اللي ممكن نطلق عليهم. تفاهة كبيرة جدا، اساءوا استخدام هذا التطبيق خاصة في العراق. نشوف احنا بمصر صار اكو سجن، وصار اكو توقيف، وصار اكو غرامات على الناس اللي تصور فيديوهات مسيئة، ولكن بالعراق لغاية الآن لم نجد أي من هذه القرارات. طبعا هو التيك توك في بعض الدول بالصين غيرها من الدول ممكن تلقاه جميل جدا وفيديوهات هادفة جدا، ولكن بالعراق والدول العربية فيديوهات مسيئة جدا. أمجد يقول رجعي سعر كارتات الموبايل اللي إلى وضعها الصحيح، ليش المواطن يتحمل ضريبة الكارت الشحن وسرعة الانترنت مخزية مع الأسف في العراق، استرجعي ديون العراق من شركات الموبايل. هذا الموضوع قرأت عاجل أنا قبل لا أدخل للحلقة، أنه تبنت موضوع كارتات الشحن، كارتات الرصيد مال الموبايل، قررت أنه هي تتبنى هذا الموضوع وتخفض فعلا الضريبة. ليش المواطن يدفعها؟ الضريبة بيناتكم الحكومة الدولة والشركات، المواطن ما له أي علاقة يدفع الضريبة. كارته بالخمسة يشتريه بستة ونص، ليش؟ على بأي سبب يعني؟ بخمسة ونص خلاص يجوز سعر البيع والشراء وسعر اللي موجود بالأسواق، بس بستة ونص ليش؟ محمد يقول جزاك الله خير، ألف خير، أتمنى الخبر يكون صحيح، لأن سابقا أكو ناس أرادوا أن يفعلوا نفس الفعل لكنهم وجدوا مقاومة شرسة، وكذلك هناك من حاول سد محلات الخمور أو الحد منها، لا أذكر التفاصيل، لكنهم وجدوا مقاومة أشرس. حازم يقول سيادة الوزيرة خطوة ممتازة، الخطوة الثانية حول البرامج اللي جاي تشوه المجتمع أمثال التيك توك، وبنفس الوقت اكو برامج تطلع برمضان اللي راح يجينا بعد كم شهر، اكو برامج تطلع برمضان لازم أيضا تكون اكو عليها رقابة، طلقة مدري شو اسمه وهاي المواضيع والكاميرا الخفية والشخصيات اللي تظهر، ها
الثاني مو بصدد ذكر الأسماء، ولكن البرامج واضحة ويعرفها المشاهد. الإسفاف اللي يكون موجود بالطرح والشخصيات واللي يستضيفوها بالبرامج والمقدمين نفسهم، وأيضا اللبس اللي ما أنزل الله به من سلطان وراء الفطور مباشرة، تطلع لي ضيفة في واحد من هاي البرامج لابست لي لبس مو احنا صايمين، فطور فطرنا وجاي نشوف فتشي حلو، مثلا نشوف بالتلفزيون مسلسل فتشي حلو، برنامج هادف ويا الفطور، تطلع لي هاي المقالب مالتك، والله وحدة ما ادري ايش يصير بيها والقميص ينشق. لا حبيبي، هاي المواضيع هي بالايام العادية ما مقبولة، نوب برمضان. والمشكلة كل هذا اتفاق، يعني تصور صارت قدامي حادثة قبل فترة، احد مقدمين هاي البرامج جاني يمشي انا واحد الاشخاص المعروفين، فقال له فلان مشتاقين شو اخبارك، اريدك برمضان ان شاء الله برنامج كاميرا خفية. قال له لا وين عنصر المفاجأة، اذا انت من هسه قلت لي كاميرا الخفية العشرين شلون راح اجيك اني، شلون راح اجيك اذا انت اصلا قلت لي ها والله البرنامج كاميرا خفية، شنو هذا الموضوع؟ فأتمنى هاي المواضيع يا معالي الوزيرة أيضا تنتبهين عليها. عدنان يقول يا ريت الخطوة القادمة حظر ومحاسبة مشاهير السوشيال ميديا، الفاشينيستات، سعلوسة، بنين وخمسمية آخرون، محتواهم مؤثر سلبي على المجتمع وإساءة إلى عادات وتقاليد مجتمعنا العراقي أمام المجتمعات الأخرى. ايضا ركز على هذا الموضوع، موضوع هاي الشخصيات اللي دائما ما تظهر للسوشيال ميديا وتحاول تسيء بشكل او باخر من خلال محتوياتهم اللي تطلع للناس ويشوفها عدد كبير من المواطنين. هذا كان اول موضوع عندنا في فقرة فيس تو فيس، الا وهو موضوع حجب المواقع الاباحية داخل العراق. موضوعنا الثاني في هذه الفقرة، ظهرت صور لعنصرين ضباط من وزارة الدفاع وهم في حفل فني في العاصمة بغداد، ولد هذا الموضوع امتعاض عدد كبير من الناس، انه يابا هذول ضباط بدلة عسكرية والرتبة شنو يسوون في هذا المكان. الصورة اللي واضحة امامكم هي خير مثال، هي الصورة اللي ولدت امتعاض المواطنين، منظر غير لائق. نفس الوقت ضباط ورتبة لازم تكون محترمة جدا وما تظهر بالبدلة الرسمية إلا بأماكن العمل الرسمية. أوكي أنت ضابط عندك حرية أنه تطلع تروح بأي مهرجان، ولكن مو ببدلتك العسكرية. هذا الشيء مهم جدا ولازم احنا نسولف بيه، ولكن قبل لا نسولف بيه احنا اصلا وزارة الدفاع من وحدها قررت تفتح تحقيق بهذا الموضوع. خلينا نشوف التقرير وايضا الخبر والموضوع وتعليقات الناس ماذا كانت. يقول توضيح وزارة الدفاع العراقية، تناقلت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديوية لضباط من وزارة الدفاع خلال حضورهم في مهرجان فني اقيم في بغداد. فقد وجه السيد رئيس أركان الجيش بتشكيل مجلس تحقيقي من قبل الجهات المختصة في الوزارة لمعرفة حيثيات الموضوع، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد إكمال التحقيق. هذا الشيء اللي احنا نشدد عليه، ما يصير انتوا اليوم تطلعون مهرجانات فنية ماكو أي علاقة بينها وبين وزارة الدفاع، حتى وإن توجهت لكم دعوة المفروض تسألون طبيعة المهرجان شنو، الفقرات اللي مطروحة، حضور الناس، يا ناس راح تحضر الشخصيات شنو اللي راح تتواجد، مو شخصيات مدري مين جايبي لياها، مو لبس مدري شلونه وتحضر برتبتك وهيبتك لا، هاي إساءة إلى الجيش العراقي، الجيش العراقي البطل، هذا اللي وقف سور للوطن من سنوات. فهذا الموضوع مهم جدا لازم تركزون عليه. طبعا هذه الصورة اللي ولدت امتعاض كبير لدى المواطنين، وهاي التحية طبعا اكيد من لحظة عزف النشيد الوطني، ولكن هاي الصورة هي اللي اثارت غضب وامتعاض المواطنين. شهد تقول
شهد المختار يعني ذا مضطرين يحضرون هيك مناسبات. كان لبسه مدني عليه من لابسين عسكري وداخلين هيك مجتمع ما يخص الجيش ولا يخص المؤسسة العسكرية، وكل نساء بلبس غير لائق وتصرفات غير لائقة. أبو زيد يقول هذا يدل على أن أكثر الضباط ليس لهم علم أو مرت عليهم خلال الخدمة محاضرات تخص كراسة الأسس والتقاليد العسكرية التي هي ما يصير تقول التي يتعلمون، اللي يتعلمون من خلالها كيفية التصرف داخل وخارج الوحدة، وما هي الأماكن أو اللقاءات التي تسمح للعسكري حضورها، وكيف التصرف بها أو حتى التعامل داخل المؤتمرات أو المناسبات. الحلو بالموضوع يأخذون تحية وبكامل القيافة العسكرية الراقية ومقتنعين أن هم دا يقدمون شيء راقي للمجتمع، وواقفين يم ماكيرة مدري عارضة أزياء. يجب أن تدخل الوزارة وتتدخل، هي المفروض تتدخل الوزارة وتردع هكذا أفضوحة التي تقلل من شأن الضابط العراقي النزيه والمحترم. مع التعليقات كارثة. أبو حسام يقول أحسنتم، إنزال أقصى العقوبات بحقهم لأنهم أساءوا المؤسسة العسكرية وتضحياتها. علي يقول عاشت إيدكم. كذلك تحجيم ظهور المنتسبين والضباط بملابسهم العسكرية على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الحفاظ على هيبتهم. يقصد يعني أنت منتسب مخلي صورتك الشخصية بالتليفون وقيافتك وبدلتك، هاي أمور فنية يعني أمور أمنية انضباطية لازم تراعوها. أنتوا في أماكن حساسة تشتغلون، فخلي صورتك بالفيسبوك لو صورتك بالإنستغرام برتبتك، هاي الموضوع أيضا زحمة أنا أشوفه. هذا أيضا كان موضوعنا الثاني بخصوص موضوع الضباط اللي ظهروا بمظهر الناس انتقدتهم به، وهاي التعليقات اللي كانت موجودة. موضوعنا الثالث في هذه الفقرة بعد تنصيب محمد الشياع السوداني رئيس لوزراء العراق، رئيس للحكومة العراقية، تلقى عدة اتصالات هاتفية من عدة رؤساء دول للتهنئة والتبريكات وتقديم يد العون، ولكن أتى اتصال من رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد. خلال هذا الاتصال محمد بن زايد قال للسوداني الإمارات تقف مع العراق، هذا الموضوع اللي ما اقتنع به العراقيين أن الإمارات تقف مع العراق، لدرجة وصلوا أنه قالوا لهم أنتوا بس فكونا شركم وما نريد توقفون ويانا فقط. يعني هذا التصريح صار ايضا ترند في السوشيال ميديا في الايام اللي مضت والساعات اللي مضت، وتصريح محمد بن زايد خلال الاتصال الهاتفي اللي هو مو تصريح وانما خلال المكالمه والاتصال الهاتفي اللي جمعه بمحمد الشيعي السوداني ذكر انه الامارات تقف مع العراق. الناس قالوا له يابا انت فكنا شرك وما نريد توقف ويانا بس فكنا شرك. هذا كانت ردود الفعل اللي أطلقها عدد كبير من المواطنين عبر صفحاتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي. خلينا نشوف الخبر وتفاصيله وأيضا تعليقات الناس. الشيخ محمد بن زايد للسوداني الإمارات تقف مع العراق، هذا كانت التعليقات. عمار يقول ما حد وقف مع العراق، الجميع وقف ضده، ما حد يحب الخير للعراق من جميع الدول، لا أنتم ولا غيركم. رضا يقول السيد رئيس الوزراء ميناء الفاو وطريق الحرير أهم من كل المجاملات. أما إحسان يقول لا ما نريدك تقف، لا تتعب وتوقع، خليك بعيد، الله يكفينا شرك. واليمن خير مثال. رياض يقول أكيد وبلا شك تقف مع العراق يوم القيامة ليأخذ كل مظلوم حقه ممن ظلمه، ونأخذ حقنا ممن خان وتآمر مع أمريكا ومن تحالف وقصف بلدنا العراق العظيم من القواعد الأمريكية
في الإمارات وبعض الدول المجاورة. أبو سجاد يقول: كذب، أول من وقف ضد العراق في مشروع طريق الحريرة الاتفاقية الصينية، وساهم بكل إمكانياته من أجل إفشال هذا المشروع الذي لو طبق لترقى العراق حسب قوله إلى مصاف الدول المتقدمة هي الإمارات، لأن المشروع فيه ضرر لمصالحهم. الناس ما عادت تمشي عليها هاي التصريحات وهاي الأمور، ناس صاروا أكثر ذكاء مما كانوا عليه قبل، صاروا يقرون ما بين السطور ويعرفون الغايات والتصريحات وكل هاي المواضيع. هذا كان موضوعنا الثالث بخصوص الاتصال الهاتفي اللي جمع محمد بن زايد آل نهيان ب محمد الشيوعي السوداني رئيس الوزراء العراقي، وقال للعراق الإمارات تقف مع العراق، والعراقيين ما صدقوا. موضوعنا الرابع والأخير في هذه الفقرة هو موضوع رياضي بحت، وأخيرا وبعد طول انتظار ها قد وصل المدرب الإسباني خيسوس كاساس وطاقمه الفني إلى بغداد، وتم توقيع العقد لمدة 4 أعوام مع العراق والاتحاد العراقي لتدريب والإشراف على المنتخب الوطني العراقي. وصل، وأخيرا وصل، وصل خيسوس، وصل مساعد إنريكي، وصل اللي بريحة برشلونة. وهنا شوي أنا راح أتعنصر، ما طول أنا برشلوني شوي أتعنصر عن هذا الموضوع، شوي عنصرية لازم تصير عندنا. راح يجينا، جانا مدرب بريحة إنريكي، كتالونيا، برشلونة، وأخيرا بعد طول انتظار. وبنفس الوقت جماعة ريال مدريد أتمنى تطبقون على صفحة مدرب إسباني كتالوني برشلوني، مساعد مدرب منتخب إسبانيا، مساعد مدرب برشلونة، إن شاء الله يكون قدمه خير وسعادة وقرفته قرفة خير على الكرة العراقية. تعبنا من كثر المدربين وتجربة المدربين، تعبنا من قد ما نحكي ونقول يا بريد مدرب بيحظ، أريد مدرب ينتشل الكرة العراقية من واقعها. طبعا أنا جاي أسمع بعض الأصوات بالكونترول مدريديين شوية ضايجين من هذا الموضوع، لأن المدرب بريحة برشلونة. أؤكد لكم هذا المدرب ما طول جاي متأسس صح في إسبانيا، هذا المدرب راح يكون له شأن عظيم إن شاء الله مع المنتخب الوطني. خلينا نشوف تفاصيل الموضوع والكادر المساعد. يقول طبعا هو وصل الملاك التدريبي الإسباني، وقبل قليل تم توقيع العقد مع الاتحاد العراقي مع الكابتن عدنان درجال وابو حيدر فرحان، هسه راح تشوفوا بالصور كلش. يقول: وصل الى عاصمة بغداد فجر اليوم السبت الملاك التدريبي الإسباني للتباحث حول قيادته للمنتخب الوطني في المدة المقبلة. طبعا مثل ما قلت لكم هو تم التعاقد قبل قليل، قبل لا ادخل الاستوديو تم التعاقد مع المدرب. ويتألف الملاك التدريبي من خيسوس كاساس مدربا، وإليخاندرو فاريلا لوبيز المدرب المساعد الأول، وسلفادور روميرو مدربا مساعدا ثالثا، وخافيير سانشيز مدربا للياقة، وياغو راما لوبيز وكيل أعمال المدرب. وسيلتحق باقي أعضاء الجهاز الفني الإسباني مع المنتخب الوطني، والمكون من بابلو جراند المدرب المساعد الثاني ومحلل الأداء، وميغيل أنخيل غونزاليز أو ميغيل مدرب الحراس. ما شاء الله 6 عدد الستاف، المدرب و5 مساعدين إن شاء الله، ما عدا أعتقد وكيل الأعمال اللي هو ياغو راما لوبيز، أعتقد هذا خلاص يعني بس تنتهي مهمته. صار العدد 5، مدرب، 2 مدربين مساعدين، مدرب حراس ومحلل فني، وأيضا مدرب لياقة. أتمنى مثل ما قلت لكم نشوف منتخبنا يظهر بمظهر حسن على إيد هذا المدرب. هواي أصوات نشاز ظهرت بالفترة الأخيرة تندد ب... طبعا هذا هو المدرب خيسوس كاساس، هذا هو المدرب ما شاء الله جاي ومحضر واجبه، جايب
بيانات على كل اللاعبين المحترفين بأوروبا، وأيضا عنده اطلاع تام على الكرة العراقية. هذا هو الستاف الأول اللي اجوا وياه، بعد اثنين مدرب الحراس ومحلل الأداء، وأيضا أبو حيدر فرحان ما شاء الله، كابتن عدنان درجال فرحان هنا بالصورة، فرحان اللي نتعاقد ويا المدرب الجديد. أشوف هاي الفرحة يعني ما شاء الله والله. نتمنى إنه هاي الفرحة تدوم للكابتن عدنان درجال، ولكن بتحسن أداء المنتخب الوطني، تطور الدوري العراقي، نشوف منتخبات فئات عمرية جيدة، والدور القادم يا كابتن عدنان درجال على منتخبات الفئات العمرية كافي. كل مدرب محلي أخذ استحقاقه مع المنتخب المفروض بعد ما يدرب. يجوز أكو مدربين محليين شباب أو مدربين عندهم فكر تدريبي جيد جدا، ما جاي تنطوهم الفرصة بمنتخبات الفئات العمرية اللي موجودين حاليا، مع احترامي لهم ولكل أسمائهم، ما أضافوا شيء للكرة العراقية بناحية الفئات العمرية مثل ما قلت، أشبال، ناشئين، شباب، أولمبي. هسوى الكابتن راضي شنيش راح يرجع للأولمبي يدرب، وكابتن عماد محمد بعده منتخب شباب، وأحمد كاظم منتخب ناشئين، والأشبال أيضا أيضا مدرب محلي. فنتمنى أنه اللي أخذ فرصة وما نجح لا بس ما لا، يا ما أجيب مدرب أجنبي يتوالم مع الفكر الأساسي للمنتخب الأول، أو أجيب مدرب محلي شاب جيد، أو مدرب محلي ما أخذ فرصة ممكن يطور المنتخبات، منتخبات الفئات العمرية. نحذو حذو قطر، السعودية، كدول المنطقة، إيران، هاي المنتخبات المتطورة جدا في كرة القدم، أكو ستافات تشتغل، أكو مدربين جيدين يشتغلون. فأتمنى أنه هذا الموضوع تركز عليه يا كابتن عدنان. هاي صورة من الاجتماع، هذا المحامي، هذا طلع عين الاتحاد، هذا المحامي، جيب قرارات، طلع قرارات، ودي جيب. بحيث المدرب خيسوس كاساس قال له عمي دير بالك على العراقيين، قال له دير بالك من كثر ما جايب عقد من 4 صفحات مدري 5 صفحات، ما شاء الله ويعرف شلون يتعامل. تعليقات الناس، يقول محمد كنت اتمنى ان يرافق الكادر التدريبي خبير بالتغذية وطبيب إسباني أيضا، خبير بالتغذية أنا وياك بهذا الموضوع. أما طبيب إسباني أعتقد هم الأطباء العراقيين يعني جيدين نوعا ما، ولكن اللي ينقصنا هو الفحص أو التشخيص الصحيح للإصابة. بهاء يقول المفروض أي برنامج يطلع يسقط مخرجنا ذا وياي بالمنتخب وبالمدرب وبلاعبين المنتخب تقدمون شكوى عليه، لأن إذا بقى بهذا التسقيط والطاقات السلبية المنتخب ما يوصل الراس الشارع. أحمد نجم يقول خلي يشوف عندنا هواي لواعيب توب، حتى فرق شعبية هم أجرولة تك تك وفروب الحبيبية والحسينية والمدينة، شوفوا شون لواعيبك هناك أحسن من هالكم فيك اللي عندنا، يعني يأجرون للمدرب تك تك ويمشوه، تعال شوف هذا تك تك يأجرون المدرب، تدلل أحمد. رضوان يقول بالتوفيق إن شاء الله، وعلى الله يخلوهم يشتغلون على راحتهم وما يستعجلون النتائج. يقول جهزوا لقامة من المحترفين، لا هو مجهز ما يحتاج، جماعة الشسوار والدور الترابي ما يحتاج، هو مجهز قائمة بالمحترفين. جماعة الشسوار أيضا هم لاعبين محليين وجيدين، أكو ترى مو كل اللاعبين المحليين سيئين، خلينا نكون واضحين، أكو لاعبين مواهب، أكو لاعبين مميزين جدا بالدوري العراقي، لازم أكو ناس تباوع عليهم. وهو هذا المدرب عنده مجموعة من يعني المعلومات عن اللاعبين، وأيضا عنده مساعد خاص ب اللاعبين المحترفين، وعنده مساعد خاص بالدوري المحلي. مشاهدينا الكرام، فقرة فيس تو فيس انتهت، فاصل قصير وفقرة ترند تيوب، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد. أهالي بابل عبروا عن مناشدة انه يابل طيارات الهليكوبتر ما المفروض تهبط
بهاي الأماكن الأثرية ممكن تدمرها من خلال صيبة تشققات، فطور، غيرها من الأشياء، لأن هاي أماكن تراثية، بل هي بابل أصل الحضارة. خلينا نشوف الفيديو. صدق طبنا الترابل استوديو. هاي أماكن لو موجودة بغير بلدان ما حد يدخل لها، محمية من قبل الدولة. هاي أماكن ومو أي بابل أصل الحضارة، منها وتقطع بعد أول حضارة بالعالم بالتاريخ. زين بابل، أي باترياتك صح، كانت البابل وتايرات وكل شيء. بابل الحلة، مهد الحضارات. هنا لازم الواحد يكون واعي. طيارات هنا المفروض لا قطار يفوت منها، ولا طيارة تطير فوقها هليكوبتر، ولا سيارات تفوت. هاي أماكن قديمة ممكن توقع، ممكن تنفلم، ممكن تتشقق، تصير بها فطور. فيا طيارات هاي فوق بابل. نشوف التعليقات ماذا كانت يقول أو تقول. من صاحب التعليق الأول يقول حسين: عاشت الأيادي، تقرير بمحله، كافي استخفاف بمدينة بابل الأثرية. إذا ما يعرفون قيمة بابل دوليا عليهم أن يبحثوا عن قيمتها عالميا، عسى ولعل يفهم من لا يريد أن يفهم. هذا إذا كان يفهم. تحياتي للذي يعي قيمة بابل. عبد الكريم يقول: المعابد والأبنية تتأثر من الاهتزاز الناتج من التريلات والشاحنات الكبيرة التي تمر من جانب هذه المنشآت، كما حدث من تشققات في قبة مشهد الشمس. علي يقول: هاي طيارة تنظف المدينة تابعة للبلدية، بس انتم ما تدرون بيها. أما حكاية تقول هي شفل يزيل الأتربة ممنوع، كيف يسمح بنزول طارة؟ شفل يزيل الأتربة؟ شفل يزيل هو قصد الشفل يحفر، بس التراب ما يزيل. لا، لو بلور نجيب له، ها لو ننظفه بهاي الرشة، شفل ما يزيل الأتربة. أحمد يقول: أعتقد البنايات بنيت بناء صحيح، مو كلاوات مثل ما جاي نشوف هسه بنايات سنة ما تطول. لا تخافون عليهن، إن شاء الله ما نخاف عليهن، ولكن هي مناشدة كان يجب أن تصل إلى المعنيين، وإن شاء الله توصل. الفيديو الآخر: عمي أنت شو عندك ويا العراقيين؟ شاد قورك كل ساعة وخطأت، أنت شو تريد؟ بس خلي نفتهم، أنت شو تريد؟ بايدن في حديث بعيد كل البعد عن العراق، ولكن والله ها سهوا وخطأ، وأيضا ذكر اسم العراق، والله السبب التضخم وسبب هذا الحرب هاي العراق. خلينا نشوف الفيديو. Just changing the price. يعني هسه لو بوش كان قلنا معذور، ما كل زوج أجلكم الله 43 مدري 44 هنا ببغداد. زين بس انت بايدن شاد كل يومية تطلع بتصريح ها والله خطأ، ها والله ها يقصد أوكرانيا. عم انت شو العراق شنو يعني؟ بس انت ما جاي تفوق من الصدمة، يمكن انت والموجودين الصدمة ما جاي تفوقون منها، انه كيف العراق هذا اللي دمرتوه وخربتوه ونهبتوا خيراته بدأ يستعيد وضعه وعافيته وجاي يرجع للواجهة من جديد. انتم ما مستوعبين هذا الشيء، بل انتم في مذكراتكم، في أفلامكم، مسلسلاتكم تصرون على انه غزو العراق هو خاطئ، وماكو أسلحة دمار شامل، وماكو، ونهبتوا بكتوا خطة إعمار العراق من جديد. جيب مستثمرين، جيب خبراء، الخبراء يجيبون مستشارين، المستشارين والبوك يصير. بس انت لو بوش والله نقول معذور، ما جاي ينسى العراق، ما جاي يطلعه، اكل هنا خطيه بالخضراء زوج 43. بس انت شنو انت؟ كل يوميه ها العراق العراق، شو تريد غير تفهمنا وين تريد توصل بهذا بهاي تصريحاتك يوميه طالع؟ العراق لا والله يقصد اوكرانيا، مخراف قل لنا، عقلك بيشي هم قل لنا، حتى واحد يفتهم ما نضل يومية ها والله احنا طالعين وجايبك بالطاري. وحتى الناس المو عراقيين صاروا يعرفون انه انت متقصد، صار اكو تقصد بالموضوع. يوم الثاني مصرح الحرب وإيراك، جبت العراق.
خلينا نشوف التعليقات ماذا كانت حول هذا الفيديو اللي انتشر بصورة كبيرة جدا. يقول أو تقول مهري، تقول دائما دائما يخطأ ويتوه ويسهى وينسى مع علامات تعجب واستفهام. دائما يخطأ ويتوه يصدق دائما، هي دائما لازم دائما. R underscore MM 66 هذا يوزرها، تقول العراق مسوي له عقدة، إنها لعنة العراقيين على أمريكا. فتنس محمد، محمد يقول ما أعتقد أنه خطأ أو وربما الكلام مقصود فعلا وخلفه نية. صديق يجوز خلفه نية، لأن مستحيل يومية يخطأ يومية يخطأ. تقول هند مش قادرين ينسوا الجريمة اللي عملوها في العراق، مبينها هي عربية، هند هند محارب، مبينها هي عربية مو عراق. مش قادرين ينسوا الجريمة، صدق هم ما قادرين ينسون الجريمة اللي سووها بالعراق ابدا، والدليل ان هم يومية تطلع نشوف مذكرات، نشوف كتب، نشوف افلام مسلسلات، يقولون ان هذا شيء خطأ. أسامة يقول خربتوا العراق، الله يخرب دياركم وينتقم منكم، فلسطيني حر. خربت العراق، الله يخربكم ويخرب دياركم، فلسطيني حر. عبد او عبد الحكيم، هو اعتقد اسمه عبد الحاكم، عبد الحكيم، عبد الحكم، زين، او ابو، بس هو يعني كاتب هيك بسرعه يعني. يقول هاي حوبة الحسين عليه السلام، ومن يقترب من دياره بسوء. حوبة الحسين ومن يقترب من دياره بسوء. هذا كان آخر تعليق عندنا بخصوص هذا الموضوع اللي هو فيديو اللي طلع به جو بايدن، ويقول انه ها العراق هو السبب بحرب العراق، هي السبب بتضخم الاقتصاد العالمي. هو يقصد اكيد هو اوكرانيا، هو بس دائما يقصد وينسى ويجي سهوا خطية، سقطت اوكرانيا سهوا من جو بايدن. مشاهدين الكرام، وصلنا إلى نهاية الحلقة، هذه كانت مواضيعنا وأخبارنا، وأيضا قدرنا نطلعكم على آخر مستجدات حريق الوزيرية في بداية الحلقة، وأيضا كان معنا العميد جودة عبد الرحمن من مديرية الدفاع المدني، أطلعنا على آخر مستجدات، ويقول لحد الآن ماكو ضحايا، مجرد إصابات متوسطة. نتمنى السلامة للجميع، حتى ألتقيكم في الحلقة القادمة، أقول لكم في أمان الله.